بداية شكرا لكل اللي ساهم في اسم دروجبا، شكرا لأسرتي والعمي ميتشل جوبا اللي حول أحلامي الحقيقة، شكرا للمدرب ألان باسكالو اللي تحدى قدراتي، وللراجل اللي آمن بيا جاي لاكوم، شكرا للاستثنائي اللي غير حياتي، شكرا جوزي مورينيو، شكرا كمان لأبراموفيتش اللي بفضله اتغيرت حياة أسرتي كلها، وشكرا لكل لاعب زميلته في الملعب وعاش معايا لحظات فرحي وانكساري. دائما ما عانيت من لحظات الرحيل. الرحيل كان مصيري بداية من طفولتي وطوال مسيرتي. في طفولتي أرغموني على ترك عيلتي والسفر لفرنسا، وفي فرنسا أرغموني على ترك مارسيليا والانضمام لتشيلسي، وفي تشيلسي كمان رحيلي كان على غير إرادتي في المرة الأولى. لكن ورغم كل ده منكرش أن عشت مسيرة رائعة استمتعت فيها بكل لحظة نجاح، وبكل لحظة فشل حولتها بعدها لنجاح ساحق. قبل نهاية موسم 2014-2015 أبلغت إدارة تشيلسي أن ده الموسم الأخير ليا معاهم، أخيراً حمشي من مكان بإرادتي. المباراة الأخيرة أمام ساندرلاند وفيها حنستلم كاس الدوري، وداع جميل قوي المرة دي. جون تيري أهداني شارة القيادة، ومورينيو حطني على رأس لايحة مصوبي كل الكرات الثابتة. بعد المباراة بدأ الاحتفال، ومورينيو انتزع الكاس ولبسهولي زي التاج وقال لي أنت ملك ستامفورد بريدج. كنت سعيد جدا، دخلت غرفة الملابس في إيدي الشامبانيا، شربت أنا وكل زمايلي وما بكيتش. لما مشيت في 2012 بكيت لأني مشيت على غير إرادتي، إنما المرة دي أنا ماشي وأنا ملك متول. بعد ساعة رجعت غرفة الملابس بكيت بس لوحدي، حبيت أحفر اللحظة دي في قلبي ومنسهاش، عشان الوصول لحد هنا ما كانش سهل أبدا. أنا ديدييه دروجبا، والجاي ده قصة حياتي. قصتي شبه لاعبين كورة كتير، والدي فقير ومسؤولياته أكبر من احتماله، راجل بيعول والدته وأختينه وولادهم بجانب أمي وأنا وأختي الصغيرة كلوديا. مش هصدعكم بتفاصيل طفولتي اللي بالمناسبة برضو كان فيها سعادة كبيرة، حب جارف لدييجو مارادونا، وبلعب كورة حافي القدمين ومفيش ورايا أي مسؤوليات. كل ده لحد عيد ميلادي الخامس. عمي جوبا وصل من فرنسا، عمي كان لعب كورة وده كان كافي يخليني دايما حاسس بانبهار ناحيته. جالنا هو وزوجته اللي لسه ما أنجبتش لحد دلوقتي، جم يعرضوا ياخدوني معاهم عشان يخففوا الأعباء عن والدي. طبعا كنت منبهر في البداية، لكن كل ده اتغير قبل ساعات من السفر لما أدركت إن لازم حالا أودع عيلتي ووالدي ووالدتي، ويمكن ما أشوفهمش تاني في حياتي. رفضت السفر، لكن في النهاية طفل عمره 5 سنوات القرار ما بيكونش في إيدي. في فرنسا ما كنتش اجتماعي أبدا، الأطفال ما كانوش بيحبوا يلعبوا معايا ومش فاهمين لون بشرتي. فاكر طفلة كانت فاكرة إن دهن جسم أسود. ما كانتش دي كل معاناتي، كنت كل ما أبدأ أكون صداقات ألاقي عمي بينتقل من مكان للتاني، وأكون مجبر من تاني على الرحيل والتعرف على أصدقاء تانيين. مع مرور السنوات كانت كوتيفوار بتعاني أزمة اقتصادية، وده خلى والدي عاطل عن العمل. هنا عمي قرر يساعده على السفر لفرنسا، وده القرار اللي كان ممكن جدا يغير حياتي. كنت سعيد جدا بالعودة لأسرتي، حتى لو ده معناه النوم على الأرض. الصبح بغسل الصحون مع والدي في الفنادق، والظهر بمسح أرضية صلاة الجيم مع والدتي. لكن المشكلة إن والدي كان رافض تماماً فكرة احترافي لكرة القدم. كل طفل في فرنسا بيكتب استمارة بشغلته المستقبلية اللي بيتمناها، ولما كتبت لعب كورة أخدها مني والدي وقطعها وقال لي لما تكتب مهنة حقيقية هبقى أمضيها لك. في اليوم التالي جبت له ورقة تانية كاتب فيها المهنة خباز، قطعها تاني وقال لي دمك مش خفيف. في النهاية اخترت المهنة محاسب، وفي المقابل سمح لي هو باللعب مع فرق القطاعات اللي ساعدني عمي على الالتحاق بيها. ده الفارق بيني وبين تيريون دي. لما كان هو في سن 17 سنة في المنتخب بيكتسب الخبرات، أنا كنت في نفس السن بتخبط لمجرد أني ألعب، أجري ورا القطر عشان ألحق التدريب مع فريق هاوي واللي حواليا بيسخروا مني. دروجبا بيجري ليه؟ هو فاكر نفسه هيلعب في باريس سان جيرمان بجد؟ لعبت مع أكتر من فريق رديف، بدأت أفهم معنى الكرة الحقيقي، واشتغلت على لياقتي البدنية، وبعد اختبار والتاني والتالت أخيرا أعجب بيا فريق جانجون. في اليوم التالي مباشرة اتكسرت رجلي. وصلت سن 19 سنة ولسه ما لعبتش في ناشئين أي فريق محترف ورجلي مكسورة. بدأت أفهم إن حلم الكورة فعلا مستحيل، والأفضل إن أركز في مهنة المحاسب. وفي نفس اللحظات دي فوجئت بخطاب من باريس سان جيرمان بيطلبوا اختباري. اللعنة على سوء الحظ. اتصلت بالنادي وبكيت بحرقة، قلت لهم أنا مصاب حاليا، أنا فعلا آسف.
قالوا لي ما تقلقش هتبقى معانا، احنا متابعينك من فترة طويلة، هنديك 7000 فرانك شهريا وسيارة خاصة. بتعرف تلعب بجزمة نايكي ولا اديداس اكتر؟ لازم تتحود على نايكي. ده كلام الراجل في الاجتماع، وانا كنت بفتح بقي مع كل سؤال. انا واحد باخد 76 دولار لما بنكسب، ودلوقتي بيتكلموا معايا في راتب وعربية اوبل وسبع احذية نايكي سنويا. رديت عليه بعفوية، انا اشتريت حذاء نايكي من 3 سنين ولسه بلعب بيه عشان مش عارف اجيب غيره. في اللحظة دي اتدخل راجل تاني في الاجتماع وقال لي العقد هيكون سنة واحدة، ولو اعجبنا بيك هنجددلك. حسيته مش مقتنع بيا، وبعدها مباشرة نفس الراجل استأذن ياخد زميله في كلمة جانبية لعشر دقايق. راحوا سوا واستنيتهم ساعة ما رجعوش، قلت هستنى 10 دقايق كمان، لكن استنيت ساعة كمان وما جوش برضه، واضطريت امشي. رحت حكيت لوالدي فصرخ فيا وقال لي انت مجنون، بتشتكي ان مفيش فريق عايزك، ولما يجيلك باريس سان جيرمان ترفض؟ في نفس الوقت قريت في التلفزيون خبر انضمام لاعب في نفس سني لمنتخب فرنسا، تيري أونري. يمكن انا فعلا مش مكتوب لي اكون لاعب كوره. للقصه تكمله، لكن هتلاقوها في الجزء الجاي.